افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من تطويره ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل البيت، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. وأهدى السلطان مفضل سيف الدين هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم قام الرئيس السيسي والسلطان مفضل سيف الدين بجولة تفقدية بمسجد السيدة زينب بعد تطويره، صافح خلالها بعض الشيوخ والعلماء.